السلام عليكم الزول في اللون سمعتي في لاخ في اللون بزاف سوتر الجامل واحد تعليق صحيت اكم مشكرا رغم في التعليق الاول اخلافا مرحبا بكم خوتنا مرحبا بكم لي زابوني تاعنا في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار تي في القناه التي تاتيكم دائما بالحصر والجديد وكل ما هو جديد على اخبار شبيبه القبائل واخبار جياسكا فقط لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الاعجاب جام لايك وشارك في القناه كي يصلكم كل ما هو جديد باذن الله حصريا كما راكم تشوفوا خوتنا والله عماد بن هذا عماد بن نار من مواليد 2002 ابن ولاية بجاية يعني القبائلي متوسط ميدان استرجاعي عصري خروج رائع بالكرة مع قوة كبيرة في الاسترجاع مشروع لاعب كبير بإذن الله هذا خوتنا سيكون رقما صعبا في وسط ميدان شبيبة القبائل هذا بإذن الله عماد بن نار سيكون رقما صعبا في وسط ميدان شبيبة القبائل هذا الموسم بإذن الله الموسم هذا راح نشوفه خاصة مع قدوم المدرب الجديد البلجيكي ريغا الذي يدعم ويعتمد كثيرا على الشبان هذه حاجة فري عجبتني بالبزاف خاوتنا لأنه المدرب هذا يحب فريق الرادف يعني يحب لي جان صغار هادو المصغر كما شفنا آخر بالحلو كما راح نشوفوا عماد بن نار هذا كما راح نشوفوا بزاف لاعبين من الرادف جيبهم أعطيهم فرصة خليهم يلعبوا مع الفريق خاوتنا والله ما نحتاجوا صدقوني عندنا شبان قادرين عليها صح دي جون صغار جايين كيما حنا نقولوا دنيتهم يلعبوا حارين صح يشمخوا التريكو عباد كيما هادو خاوتنا لا جوناس كيما هادي والله نطلعوا بها الفريق صح وعلى بالنا باللي كلاسات باللي هي احسن فريق تاع الراضي في شبيبه القبائل والله يمتعونا فري الا نروحوا نجيبوا لي جوار خاوتنا منا ومنا ونخسروا ملايين ونخسروا ملايير ونخسروا كذا وحنا عندنا فريق الرديف ما شاء الله دي جان صغار ناس كيما حنا نقولوا يلعبوا صح حابين يبانوا حابين يطلعوا حابين تكون عندهم فرصه وهذه هي الحاجه ان شاء الله هذا هو مفتاح سر مفتاح النجاح تاع شبيبه القبائل باذن الله لايك على الفيديو باه يوصلك الجديد وخلي لنا الاراء تاعك في التعليقات ولي كومونتير باه نستفادوا من بعضنا والسلام عليكم ورحمة الله.